خمسة مواقف محرجة لا تنسى حدثت على الهواء مباشرة. من الأفضل لنا في هذه الحياة أن نأخذ معظم الأمور بشكل فكاهي، فعندما نشاهد التلفاز وتحدث أشياء وسقطات غير متوقعة دون أن يتأذى أحد بالطبع، فإن أول ما نفعله دون قصد هو أن نضحك بصوت عالي. وبالطبع تلك المواقف لن ينساها أبدا هؤلاء الذين سيظهرون بالفيديوهات التي سأعرضها لكم الآن. لو مرت علينا نفس تلك اللحظة لتمنينا لا يراها أحد سوانا نحن أو حتى أصدقائنا فقط على الأقل. والآن سأقدم لكم خمسة مواقف لا تنسى حدثت على الهواء مباشرة. خامسا، مقابلة صحفية منعشة. أصبحنا في يومنا هذا نشاهد يوميا أحداثا غير متوقعة تحدث مع الصحفيين والمذيعين على الهواء مباشرة، وخاصة عند التسجيل في الشارع، حيث يمكن أن يحدث أي شيء غير متوقع. لكن يبدو أن تلك المراسلة الأيرلندية التي تجري لقاء صحفيا على متن سفينة تملك كل شيء تحت السيطرة، حتى تحول يوم عملها هذا إلى اليوم الأكثر إحراجا في حياتها المهنية، لكنه على الأقل كان الأكثر إنعاشا، حيث أخذت تلك المراسلة حمام ماء منعش. وبالطبع ما حدث هذا لم يكن ضمن نص الحوار، لكن بالنهاية أظن أنه من حسن الحظ أنها تجيد السباحة. هيا لنشاهد تلك اللقطة. رابعا، سقوط أسنان المذيعة. إذا كانت طبيعة عملك هو أن تخرج على الهواء في التلفزيون، فإن أحد أهم الأمور هو أن تهتم بمظهرك الخارجي، وهذا تماما ما تفعله تلك المذيعة التي يبدو أنها مهتمة جدا بمظهرها، لكنها تعرضت لواحدة من أكثر اللحظات المحرجة في تاريخ حياتها التي بالطبع لم تتوقع حدوثها، حيث سقطت إحدى أسنانها أثناء تسجيل البرنامج على الهواء. فهل هناك شيء أكثر إحراجا من هذا؟ حاولت أن تخفي هذا الموقف، ولكن آسف أن أقول لكم أن كل شيء مسجل هنا لنشاهده معا. ثالثا، سقوط قوي. يقوم بعض الأشخاص على شاشة التلفزيون بمحاولة إثارة السخرية عن غير قصد، وتعتبر تلك المرأة التي سنشاهدها في الفيديو التالي جريئة جدا لقيامها بمثل هذا الشيء. من الطبيعي لأي شخص عندما يتعثر أو يسقط بطريقة سيئة أثناء التسجيل على الهواء فإنه يحاول إخفاء هذا بغض النظر عن مدى قوة السقطة، ولكن بقدر ما يخفي هذا فإن ملاحظة الألم على الوجه أمر لا مفر منه. إذا كنت لا تعتقد هذا فاسأل إذن هذه السيدة التي بكل تأكيد قامت بوضع قطع ثلج على مكان الألم بعد انتهاء البرنامج. ثانيا، الشقلبة في الهواء. هذا الفيديو تحذير واضح وصريح لما يجب أن لا نفعله، خاصة إذا كنا على الهواء مباشرة، وهذا لسببين: الأول للاحتياط، والثاني لعدم تعرضك لموقف محرج. فما فعله هذا المراسل الشاب هو أنه وقف أمام شخصين ينزلقان بسرعة فائقة من فوق الثلج. لحسن الحظ لم يصاب بأذى سوى الذعر فقط، لكن على الرغم من أن تلك الشقلبة تم تسجيلها على الهواء مباشرة إلا أنه وجب أن نقول أنه رغم ذلك كان مراسلا محترفا، فهو لم يسمح لهذا أن يؤثر على تأدية عمله بتلك اللحظة. أولا، سقوط غير متوقع. عندما رأيت هذا الفيديو للمرة الأولى أصبت حقا بنوبة ضحك هستيرية، فلم أضحك بسبب السقوط فقط، ولكن بسبب جهد المذيعة في محاولة إخفاء هذا. في الواقع ليس من الجيد أن تضحك على الآخرين، لكن في هذه الحالة لم أتمكن من منع نفسي من الضحك. تخيل كم الإحراج والألم الذي عانت منه هذه المرأة في تلك الليلة. بالفعل هذه اللحظة لن ينساها أحد أبدا، وسيتذكرها الجميع بالمرأة التي اختفت من اللا شيء. لنشاهد هذا معا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.